لا للمدافعين ولا لحارس المرمى، بل الهدف الآن، الهدف الآن، هدف، جول جول جول. شيركو كريم، شيركو كريم يسجل الهدف الأول لمنتخبنا الوطني للناشئين في الدقيقة 64 بتمريرة ممتازة وبمرور ممتاز وبإرسال الكرة بهذه الطريقة الممتازة. هدف أول، هدف أول، هدف أول لشيركو كريم. برافو لشيركو، برافو لشيركو، مرور ممتاز وبعد ذلك إرسال الكرة بالقدم اليسرى، كرة في وسط المرمى إلى داخل الشباك، إلى هدف أول، هدف أول، تمرير الكرة عن طريق أمجد كريم وبعد ذلك برافو للاعب شيركو كريم.